السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأتكلم فيه عن ضربة أمريكية محتملة لصنعاء، وذلك للقضاء عليها لإيقاف عملياتها ضد إسرائيل. وفي هذا الصدد تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تدويل قرار سلطات صنعاء القاضي بإغلاق البحر الأحمر وباب المندب في وجه السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل، حيث تسعى أمريكا كما قلت لكم في فيديوهات سابقة إلى تأليب دول العالم بإقناعها أن قرار صنعاء يشمل كل السفن باختلاف جنسياتها. طبعا تصريحات المسؤولين الأمريكيين في هذا الشأن لا تخلو من الإشارة إلى أن عمليات قوات صنعاء البحرية تهدد الملاحة الدولية، وعليه فمنذ احتجاز السفينة الإسرائيلية جالاكسي ليدر وواشنطن تبحث مع عدد من الدول تكوين تحالف عسكري لما أسمته حماية الملاحة في البحر الأحمر، وتأتي هذه المساعي ضمن الاستراتيجية الأمريكية لحماية المصالح الإسرائيلية. طبعا كلنا يعرف أن أمريكا تعهدت من أول أيام العدوان الإسرائيلي على غزة بدعم وحماية إسرائيل، وعليه ومنذ عمليات قوات صنعاء البحرية ضد السفن الإسرائيلية ألزمت واشنطن نفسها بمواجهة الخطر الآتي من اليمن تحت عنوان تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وفي المقابل تتمسك صنعاء بقرارها سواء المتعلق بحظر عبور السفن الإسرائيلية من البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أو الهجمات الصاروخية على أهداف عسكرية في أيلات، والتي كان آخرها أمس الأربعاء في إطار موقف صنعاء المعلن تضامنا مع الفلسطينيين والمشاركة في مواجهة الحرب العبثية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ شهرين. وفي هذا الصدد ظهر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال التابعة لصنعاء اللواء الركن أحمد ناصر العاطفي أمس الأربعاء من على ظهر السفينة الإسرائيلية المحتجزة في أحد شواطئ الحديدة ليضمن العالم بأن الملاحة الدولية في البحر الأحمر آمنة، وليؤكد في الوقت نفسه أن البحر الأحمر من خليج العقبة وحتى باب المندب أصبح محرما على الكيان الصهيوني فقط وسيتم الاستيلاء على أي سفينة له في البحر الأحمر أو إنزال الضربات عليها. وشدد العاطفي على أن القوات البحرية والقوة الصاروخية والطيران المسير جاهزون لإنزال أقصى الضربات الفردية والجماعية على الأهداف الثابتة أو المتحركة للكيان الصهيوني نصرة لأهلنا في غزة، مضيفا سنستمر في تنفيذ الضربات الصاروخية والطيران المسير على أي أهداف تخص الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه على غزة وفق تعبيره. وعلى ضوء التحركات الأمريكية الساعية إلى وقف هجمات صنعاء على أهداف إسرائيلية جوا وبحرا وتحريك أدواتها في المنطقة والداخل اليمني الواقع تحت سيطرة التحالف السعودي الإماراتي، يرى مراقبون أن هناك اتفاقا في البيت الأبيض على قصف اليمن ردا على موقفها العملي من الحرب الإسرائيلية على غزة، وفي الوقت نفسه هناك خلافات بشأن التوقيت فقط والبحث عن مبررات أخرى غير الموقف المتضامن مع فلسطين. وفي هذا الصدد قال أو أشار الباحث في الشؤون العسكرية العميد عبد الله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع بصنعاء إلى جدل يدور في البيت الأبيض بشأن شن عدوان على اليمن ردا على موقفه العملي مما يجري في غزة، موضحا أن هناك رأيا يرى ضرورة الهجوم وآخر يعارض ذلك في الوقت الحالي، لكن الجميع متفق على شن العدوان والخلاف فقط حول التوقيت حسب تعبيره. وقال بن عامر في منشور على حسابه بمنصة إكس إن حديثه بشأن هجوم أمريكي محتمل على اليمن في هذا التوقيت تحديدا يأتي حتى يدرك الجميع أن أي عدوان على اليمن في الوقت الحالي أو بعد أشهر أو بعد سنة أو سنوات سواء كان من خلال الإسرائيلي أو الأمريكي أو أدواته في المنطقة أو أذنابها في الداخل فإنه في النهاية عدوان أمريكي إسرائيلي، مؤكدا أن الشعب اليمني سيواجهه بكل صلابة وقوة، مضيفا أن اليمن يمتلك من الإرادة الإيمانية ومن الأسلحة ما يجعله قادرا على التصدي بل ومفاجأة كل معتد في البحر والبر وفي الجو كذلك حسب قوله. وأوضح العميد عبد الله بن عامر أن الولايات المتحدة الأمريكية ستؤجل الهجوم على اليمن
في الوقت الحالي حتى لا يربطه الناس بموقف صنعاء العملي من الحرب على غزة، تحاشيا لأي مواقف شعبية عربية وعالمية متضامنة مع اليمن. فالاستراتيجية الأمريكية تحتم انتقامها من أي جهة تقرر مواجهة إسرائيل، لهذا تؤجل الهجوم حتى تصطنع أسبابا ومبررات أخرى، مؤكدا أن اليمن لم يدخل هذه المعركة إلا وهو يدرك تداعياتها وبالتأكيد قادر على التصدي والمواجهة. هذا ما أردت إيصاله لكم اليوم، أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وهذه خالص تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.